فيما يخص الموضوع ديال الإنارة العمومية. المشكل هذا ديال مدينة مكناس مشكل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصفتي أنا كفاعل جمعوي، الحي ديالي أنا من سكنة حي سيدي بابا على ما يزيد أنا دابا 3 شهور تقريبا أو ما يزيد، وأنا كنتصل بالمسؤولين في الجماعة الحضرية بالهاتف وتيقولوا لي يعني باللسان ديالهم بأن راه البولات ما كاينينش في الديبو. وهل يعقل أن جماعة مدينة مكناس من المدن الكبار للمغرب واللي غادي حتى هي غتكون من ضمن المدن اللي غتحتضن نهائيات كأس العالم 2030 وتيقول لك ما عندناش بولات في الديبو عندهم فيها؟ هذا راه مسؤولين، ما تنهضرش انا على مواطن عادي، تنهضر على مسؤولين في الجماعه. وتنوصل بان في المعبر الفلاحي شنو داروا؟ داروا الشوارع الرئيسيه هما اللي عطوها الاولويه، يعني عاودوا لها الاناره ديالها وقدوا الامور. اما بالنسبه للاحياء الشعبيه والاحياء العامشيه والاحياء اللي بغا، اقسم لكم بالله العظيم كيضرني قلبي، كيضرني قلبي على هذا المشكل ديال الاناره. وحي سيدي بابا قسما بالله العظيم الا حي سيدي بابا الا شكون اللي كيضوي في الليل؟ وكيضوي غير المحلات التجاريه والمحلات المقاهي والحوانت، فاش كيكونوا حل الحوانت كيديروا بولات قدام المحلات ديالهم باش كيضويو شويه الشارع. شتي فاش كتضرب 12 الليل وكيشدوا المحلات ديالهم وكيساليو العمل ديالهم وكيمشيو بحالاتهم، وراه حنا بحال جزيره توقواك، ربما العربيه غتكون افضل منا حنايا، ولكن لا حياه لمن تنادي مع من تهضر مع من تتكلم مع كنعيطوا للمسؤولات ديال تيتيفتك الله راديم الله راديم كنعيطوا له تيقول لك حنا ماشي مسؤولين، عيط للجماعه الجماعه تقول لك انا واحد كيلو حق الواحد. او الى يومنا هذا راه ما كاينش مازال المشكل الى حد الساعه اللي كنهضر دابا عليه انا، الى حد الساعه راه مازال المشكل ما تحلش ومازال الاناره خصكم تحطوا بالليل وتشوف. عيطنا لكاع المنابر الاعلاميه كلهم تقريبا جاو وشافوا بعينيهم بالليل، ما بغيناش نعيطوا لهم النهار، عيطنا لهم بالليل باش يجيو يشوفوا بعينيهم وشافوا هادشي وقال لك لا حول ولا قوه الا انك. واحد الشارع بعدا اللي كيربط بين سيدي بابا والزرهونيه، هذاك حديث ولا حرج، تعاودوا لي اصدقاء ديالي ديما الكريساج حيت تما الظلامات وداكشي ديما الكريساج تما، يعني دوك المتسكعين ودوك اللي خارجين الطريق راه ديما ديك البلاصه ديالهم في مدى شي واحد يقرقبوا عليه تما. ولكن ما تهضر والرئيس الجامعه وفي نظرك رئيس الجامعه مع غافل على هادشي؟ رئيس الجامعه راه كيدور في مكناس وكيجيو والرؤات هذا المجلس هذا راه بغي بيناتهم ما نفهمش، وراه شي كيضرب في شي وشي كيطعن في شي وشي كيسب في شي وشي، ولكن شكون الضحيه في الاخير؟ راه هو المواطن، راه هو المواطن الضعيف، راه هو المسكين، وما هما حتى هذوك راهم راه غير منتخبين، راه المواطن هو اللي انتخب عليهم.